تركيا واردوغان واعتقد ان ما فيش اسبوع بعد اسبوع الاحداث بيثيرها اردوغان آه. تصرفاته في حوالي 10 منظمات حقوقيه دوليه بتطالب بانقاذ القضاء التركي التركي عفوا من باتشو وتنكيل طبعا باتشو وتنكيل اردوغان موجهه اتهامات ايه الاسباب الاسباب طبعا ان اردوغان بيعصف بسلطه القضاء كما عصف بكافه السلطات قبل كده دخل الصحفيين السجون واعتقد ان لديها اكثر من 175 معلق وكاتب موجودين في سجون ايران قبل كده محاوله الانقلاب الفاشل اللي ادت الى طرد عشرات ان لم يكن مئات الالاف من الموظفين ومن العسكريين الذين احيلوا الى التقاعد بتهمه ان دول انصار جولين فتح الله جولين فتح الله جولين ده ها كان الصديق الصدوق لأردوغان وكان الاثنين في توافق كامل م. إلى إنه فضائح أردوغان كسرت واتهمت بعض المؤسسات الوثيقة الصلة بالطرف الآخر بأنه في فساد كبير حصل في الحكومة الإيرانية وأن هذا الفساد استشرى وأصبح جونين منذ هذا التاريخ العدو الأول لأردوغان يحارب كل مؤسساته ثم جاءت حكاية الانقلاب العسكري لتزيد الأمور تعقيدا النهاردة <applause> استدار أردوغان على القضاء لسببين واحد أن القضاء في بعض الأحيان لا يسيره في تنفيذ رغباته في التخلص من الخصوم السياسيين. السبب الثاني ايضا انه القضاء يرفض سيطرته المطلقه سيطرة اردوغان المطلقه على الوضع اللي زادت وتكرست بعد اعلانه انه أن وسع نطاق سلطاته وأصبح يتمتع بسلطات عالية تمكنه بالفعل من أن يكون صاحب القرار الأول والأخير قبل القضاء كان في فئات عديدة وزي ما قلت أنه عدد المضرورين من حكم أردوغان في الشعب التركي عدد ضخم <applause> أما يصل الأمر إلى أنه وأربعين ألف موظف يتم فصلهم م. أما يصل الأمر إلى أن أكثر من 300 صحفي يتم اعتقاله ها؟ أه؟ لما يصل الأمر إلى أن آلاف إن لم يكن عشرات الآلاف من العسكريين م. تم استبعادهم من مواقعهم في الجيش أو. أما يصل الأمر لأن عدد المعتقلين في فترة ما بلغ في تركيا 750 ألف معتقل علينا جميعا أن نتصور إلى أين تذهب تركيا ولماذا تشتد المعارضة ضد أردوغان ولماذا خسر معركة اسطنبول بلدية اسطنبول للمرة الثانية وهو قد, قد كان قد قال ان من يخسر بلديه اسطنبول م. بيخسر حكم تركيا لان بلديه اسطنبول فضلا عن قيمتها في حد ذاتها آه. الا انها تشكل المدخل الاساسي لما يمكن ان نسميه مداخيل الحكومه م. المتمثله في الضرائب وخلافه م. الواضح طبعا انه 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 أن أردوغان يحرص على أن يصور نفسه على أنه هو الوحيد الذي يفهم في الاقتصاد م. الوحيد الذي يفهم في السياسة الوحيد القادر على إخراج تركيا من مأزقها راق والنتيجة بالفعل أنه بيزيد تعقيد من الأزمة المورية وبيغزأ أكثر في وحل هذا الموقف الذي يتزايد إلى حد أن كافة الاتحادات الأوروبية النهاردة هي التي أبلغت الاتحادات الحقوقية في أوروبا هي التي أبلغت عن الخطر الذي يحدث نتيجة اضطهاد أردوغان, أردوغان للسلطات القضائية, القضائية. متى ينتهي أردوغان؟ أنا بتصور بالفعل أن أردوغان يعني شعبيته انتهت م. سيطرته على اسطنبول امتنعت تماما بعد ان خسر معركتها مرتين أوه. اقتصاده تزداد ازماته والليغه تزداد هبوط وانه ايضا موجود البديل بتاعه اللي هو بيرأس بلديه اسطنبول واللي كسب انتخابات مرتين. اسطنبول م. مرتين متتاليتين خلال شهور م. وبالتالي أنا أتصور أن أردوغان يعني بقي في السلطة فهو سوف يبقى إلى الانتخابات الرئاسية القادمة ولكن مع الانتخابات الرئاسية القادمة يمكن أن نقول أن في قولان في هذه القضية وأن أردوغان يمكن أن يخسر إصلاح حزب العدالة مرة أخرى وإمكانية أن يستعيد موقفه أعتقد إنه فات وأنا القطار مشي في انشقاقات كل يوم في داخل الحزب ها أه؟ وفي ضعف متزايد لهذا الحزب وفي فساد يزيد من ضعف هذا الحزب وعدم شعبيته بينما بتقوى كل قوى المعارضة إلى حد أن أنا زي ما قلت إنها كسبت بلدية اسطنبول في م. معركتين متتاليتين في المرة الأولى كسبتها بفارق 2000 صوت في المرة الثانية كسبتها بفارق 800 ألف صوت م. بما يؤكد لنا حجم الانهيار المتتابع م. اللي وقع في موقف حزب العدالة والتنمية بتاع أردوغان م.